حبي لهذه الأرض أقوى من أي شعور آخر. فيها نزرع الحبوب، ومن الحبوب تنمو السنابل التي تمنح الحياة. وكان الأرض أم تهب أبنائها لها. أنا أنظر بإعجاب وأراقب سير العمليات. يروق لي كيف يخرج الصوص من البيضة، وكيف يكبر، وكيف ينمو، وأهوى جني الثمار في الحقل. هذه مشاعر جميلة جدا لا يمكن وصفها. يعمل ألكسندر شربنا في تربية الدواجن العضوية. اشترى منذ عام مضى هكتارين من الأراضي المصنفة عضوية ويحافظ على المعايير. لا يستخدم أي أسمدة ولا أي أعلاف مختلطة. كانت هذه الأرض سابقاً مزارع للثمار الأرضية. أقام فيها المزارع الفتي مزرعة للدواجن. نظمنا مزرعة الدواجن عندنا وفقاً للمعايير العضوية وقواعدها في تربية الدجاج والماشية. فمثلاً يجب تخصيص عدد من الأمتار المربعة لكي تنمو بالشكل الصحيح تلك الحيوانات، ويخصص عدد معين من العوارض وعدد الفسحات في الفلات. تعيش دجاجات ألكسندر شربنا في فسحة كبيرة، 6 دجاجات لكل متر مربع، ولكل دجاجة خارج البيت 4 أمتار للفسحة. يمكنها هناك أن تأكل الأعشاب والحشرات. هنا الظروف تختلف تماماً عما هو الحال في مزارع الدواجن المألوفة التي يعيش فيها الدجاج في أقفاص ضيقة. من الجوانب الهامة في تربية الدواجن هو إرضاء جميع حرياتها، التحرر من الجوع والعطش، ومن ثم من الانزعاج والألم والإصابات والمعاناة، وتوفير الحرية كي يظهر سلوكها الطبيعي. عندما تتربى الدجاجات بلا صدمات، تحافظ عمليات التمثيل الغذائي الحيوية في جسدها على مستوى معين دون أن تتوقف أو تقفز بشكل مفاجئ، على سبيل المثال بسبب منشطات النمو، أي أن الطائر يكتسب وزنه بشكل طبيعي وبهدوء راضياً بالحياة. لقد بدأ المجتمع يظهر أكثر وأكثر موقفه الأخلاقي من الحيوانات. تؤكد مارينا كوتشيروك أن أفضل المنتجات عند أولئك المزارعين الذين يتعاملون مع طيورهم وفقاً لاحتياجاتهم ويحافظون على المعايير الصحية ويختارون الأغذية الحيوية والبكتيرية المساعدة على النمو. اختار العلماء لألكسندر سلالات الدجاج الصالحة للزراعة العضوية، وصار لديه الآن نظريته الخاصة حول السؤال: من كان أولاً، الدجاجة أم البيضة؟ أظن أن البيضة كانت هي في البداية، ثم يخرج منها الصوص الذي يصبح دجاجة فتبيض البيضة من جديد، وهكذا بدأت العملية. في تربية الدواجن العضوية يجب أن يبدأ كل شيء من البيضة العضوية. يمكننا شراء الصوص ابن يومه وتربيته لمدة 6 أشهر على العلف العضوي الذي يجب تأكيده بالشهادات المناسبة. نحصل بهذه الطريقة على دجاجة عضوية تعطي لاحقاً بيضاً عضوياً. البيضة هي أساس التكوين في أساطير الكثير من الشعوب. هي الانبعاث وشمس الربيع والانتقال من عدم الوجود إلى الوجود. هي في الفلسفة الصينية تكامل السماء مع الأرض. يحطم البوذيون قشرة الجهل من أجل انبعاث جديد. والبيضة في الفلسفة الإغريقية سر الحياة والخلق والانبعاث. واعتقد المصريون القدامى أن إله الشمس رع خرج منها. ترمز البيضة عند الأوكرانيين إلى بداية جميع البدايات. في الحكاية الشعبية عن البيضة الجنتية التي تخرج منها قطعان وأسراب الحيوانات الأليفة، ما يؤدي حتماً إلى الازدهار والوفرة. اخترت الطيور من حيث إنتاجها للبيض. يوجد عندنا في المزرعة سلالتان من الدجاج، هي لوهمان البنية وتيترا.
حصلنا على بيض لوهمان البني من ألمانيا وقمنا بحضانتها هنا. اشترينا صيصان تيترا من منطقة تشيركاسي ونميناها نحن إلى طيور بياضة. عمر مزرعتنا سنة، تبيض الدجاجات من 6 أشهر ونبيع منتجنا من البيض في السوق المحلية. تضع الدجاجة بطبيعتها بيضة واحدة في اليوم، ولكن هناك فترات تضع فيها البيض بمعدل أقل، فهي تتأثر بتقلبات درجات الحرارة والظروف الجوية. يوجد لدينا الآن 400 دجاجة تعطي ما بين 250 و300 بيضة في اليوم. استنسل المهجنون الهنغاريون سلالة تيترا وهي سريعة النمو، تبدأ بإعطاء البيض من الأسبوع 21. الدجاجات الألمانية لوهمان البنية شبيهة بها من نواح كثيرة. للحصول على هذا النوع من الدجاج يستخدمون الهجائن المحصول عليها من التهجين داخل السلالة. بعد سنة من الإباضة من الأفضل ذبحها. يمكن الحصول منها على حساء منخفض الدسم ولحم طري صحي لأنها نمت على خلائط الحبوب. تستهلك حبوب الذرة والبازلاء والنخالة، أي المنتجات العضوية فقط، لذا يعد بيضها عضوياً. كما ويحظر تقديم طحين اللحم والعظم لدجاجنا وطحين السمك، لأنه ينتج عن معالجة الفضلات، لكنهم يضيفون في الصيف إلى وجبتهم الغذائية الديدان والحشرات وكل ما يعثرون عليه أثناء تجولهم الحر. فري رينج أو الفسحة الحرة هي طريقة رائجة اليوم لتربية الطيور، ويحسنون بهذه الطريقة في الخارج وفي أوكرانيا شروط تربية الدجاج البياض. مع نظام فري رينج تحصل الدجاجة على جميع الفيتامينات الضرورية ويصبح بيضها أفضل، لا سيما وأنه لا يوجد تحديد صارم لغذائها، لذا يمكن أن يحصل جسمها على مواد كثيرة. أنا أنصح الجميع باستهلاك البيض العضوي، لأن المزارعين الذين يحصلون على شهادة المنتج العضوي يؤكدون بهذه الطريقة أنهم لا يستخدمون أي من المبيدات الحشرية أو المبيدات العشبية أو المضادات الحيوية، لا أثناء التغذية ولا أثناء التربية، وأن هذا البيض نظيف ومفيد. داخل بيت الدجاج الذي بناه شربنا نظيف ومريح، الأرضية مفروشة بصدف البحار ونشارات الخشب، المشارب نظيفة والمعالف مملوءة. هنا حتى الأعشاش معلقة على الستائر، وعددها محسوب أيضا، واحد لكل 10 دجاجة، ولكن الطيور تحب الأنس، لذا تجلس كل 2 في حجرة واحدة. جمع البيض يجري من خلال أدراج متحركة، وبهذه الطريقة لا تتهشم ولا تتسخ. صفار بيضها ليس أصفر اللون، وهذا مرتبط بسلالة الدجاج. قشرته بنية ونحن لا نضيف أي أصباغ. يروق لي مراقبة الدجاج، تنبعث منها طاقة مثيرة. الآن مثلا تسمعون أن الدجاجة وضعت بيضة. أريد شراء 1000 صوص، وعندما سيبدأون بالمبيض بعد 6 أشهر سنبيع الدجاجات الموجودة عندنا اليوم أو نستهلكها لحماً، وسنطلق السربة الجديدة في هذا المكان. زادت صادرات أوكرانيا من البيض خلال عام 2017 بنصف الضعف. المشترون الرئيسيون هم من البلدان الآسيوية التي اشترت بقيمة 5.5 مليار دولار من هذه المنتجات، والاتحاد الأوروبي بقيمة 4.177 مليار دولار، وأفريقيا بقيمة 2 مليار دولار. تشكل الصادرات ما نسبته 40% من إجمالي الإنتاج المحلي. يربي ألكسندر شيربنا الديدان أيضاً، ليس للدجاج وإنما للخيار. يقولون أن عصارة الديدان تجعل النباتات القرعية تنمو بنشاط وتثمر بوفرة. نغذي الخيار عندنا بالسوائل العضوية التي تعطيها ديدان كاليفورنيا. هذه الديدان تنتج معالجة للمواد العضوية والمخلفات الموجودة في التربة. نخلط العصير الناتج بالماء بالنسبة 1:10 ونغذي به نباتاتنا. يعمل هؤلاء الكادحون ليلاً نهاراً كي تشعر نباتاتنا بالراحة ولكي تحتوي على المغذيات. كان على إلكساندر شيربنا القيام بهذه التجربة لإثراء الأرض، إذ أن التربة في منطقة جتومر طينية رملية، ينمو الخيار هكذا في الصناديق مع الريك المكثف.
ينمو الخيار بمعدل 20 سنتيمترا في الأسبوع. هو مقرمش ولذيذ وحلو الطعم. الدفيئة هي من متعدد الكربونات ومساحتها 280 متر مربعا، مزودة بمشعاعات التدفئة وبأنابيب الري، تعمل على مدار السنة. الطلب على المنتج لا ينقطع، لذا يستعد المزارع للتوسع هنا أيضا. لماذا الخيار؟ ربما لأنني أحبه ويذكرني دائما بالطفولة. كان جدي يزرع دائما الخيار اللذيذ من نوع نيجن، كان يقرمش وحلو الطعم أيضا. حاولت أن أزرع مثله ونجحت. يفتخر المزارع أن لديه بيض الدجاج والخيار الطازج على مدار السنة، وهي بالنسبة له المنتجات الضرورية الأولى، لا سيما وأنها من المكونات الأساسية لسلطته المفضلة، خصوصا وأنها من إنتاجه الخاص. عندما أحضر بضعة كيلوغرامات من الخيار وكرتونة بيض إلى سهرة يعدها أصدقائي، ينظر إلي الجميع باهتمام ويقولون أن طعم هذه المنتجات يختلف، لا يشبه أبداً الإنتاج المعهود. لذا الجميع يدعمني ويطلب المجيء إلى هنا في الصيف لمشاهدة كل هذا وللمساعدة، حتى أن بعض الأصدقاء يريدون تمويل عملي. المزارع الآن رائجة، وخصوصا المزارع العضوية. أخطط هذا العام، ولقد استأجرت 10 هكتارات كما ويريد بعض الناس الآخرين تأجير أراضيهم لي، ولكنها عملية صعبة جدا، إذ أن أراضيهم ليست عضوية، يمكن تحويلها إلى عضوية في غضون بضع سنين. هناك فترة انتقالية لهذه العملية، ولكننا سنتطور. مثال ألكسندر ملهم جدا، ولقد بدل اختصاصه توريد المعدات الكهربائية للمؤسسات الصناعية بالزراعة، ولقد حقق النجاح في ظرف سنة، ويريد أصدقائه الآن أن يكون غذاءهم صحيا وأن يعملوا بسرور. أؤيد مبادرة ألكسندر بمختلف الطرق. هذا العمل يغريني أيضا. أنا أعمل في المجال التجاري، ولكنني أفكر بالعمل في مجال آخر أيضا. المنتجات الغذائية العضوية تروق لي، وأنا آكل الطعام الطبيعي. يوجد طلب ملموس على المنتجات العضوية في السوق الأوروبية. الشهادات العضوية تعزز المبيعات. الجزء الأكبر من صادرات الخيار الأخضر تذهب إلى روسيا البيضاء وبولندا، وتركيا تنافسنا هنا. ومع ذلك زادت في العام الماضي صادرات أوكرانيا من الخيار ووصلت ل4000 طن. يقدرون في أوكرانيا المنتجات العضوية والطبيعية، وهي تباع في المتاجر المتخصصة، كما وأنها تحظى بشعبية في مطاعم الوجبات السريعة، حيث يطهون الطعام بمبدأ طازج من الحقل، إذ أن المعيار الرئيسي للاختيار هو التغذية بالأطعمة النقية الطازجة التي نبت من دون أي مواد كيميائية. عندما أدخل إلى المتجر أتحدث إلى البائعين وأسألهم عن الطعام ومن أي المنتجات مصنوع. إذا اقترحوا طبقاً علي أحاول تذوقه. يختلف الخيار غير العضوية والطماطم من حيث مذاقها، لقد صرت أميز بينها وأحاول دائما شراء العضوية فقط. يختار الكثير من الزبائن السلطات النباتية العضوية، فهي تنال إعجابهم. التشكيلة تتغير باستمرار وفقا للموسم. أما هذه السلطة مع البيض والخيار فنحضرها على مدار السنة، هي دائما مغذية ولذيذة. يأكل الطفل البورش، يحب السلطات ويروق له البلوف جدا، أليس كذلك؟ ألكسندر شربنا متيقن من أن المستقبل للمنتجات العضوية. يفرح عندما تحظى الأغذية المنتجة في مزرعته بهذا الطلب، ولقد افتتح مطعما، وهو يسرع لتسليم المنتجات لكي يختصر أكثر السلسلة من الحقل إلى المائدة، ولكي يثري تنوع الأطباق. أخطط أيضاً لتربية الخنازير العضوية. أريد بناء مزرعة صغيرة لتربية المزيد من الدجاج، فالطلب على هذه المنتجات كبير. هذا يسحرني. نحن نقدم للناس الخير ولا نلوث البيئة المحيطة، ونعطي المنتجات العضوية.
سنشتري في هذا العام 1000 دجاجة أخرى من الدجاج البياض وسنكمل بناء الحظيرة. أنا متحمس لعملي، وعدد البيض أيضا مهم بالنسبة لي، بل هذا مثير أيضا ومليء بالإثارة.